مناسبة اليوم الوطني أهني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، أمير البلاد المفدى والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أطال الله في عمره، وإلى الشعب القطري والمقيمين الكرام. بمناسبة بطولة كأس العالم في قطر نرحب بالزوار والضيوف، ونتمنى إن شاء الله البطولة النجاح والتوفيق إن شاء الله، ونرحب بهم جميعا. إلى الشعب القطري الكريم والمقيم نقول وحدتنا مصدر قوتنا.